اعرفك بنفسنا صقر صديقي واني طارق. اهلا وسهلا. الله يهديك. بشنو اختصاصك؟ اختصاصي توليد الخيول. افراس. نعم. الافراس العربيه. سر زيارتك هنا. ايه؟ انا الزياره الدوريه مثل ما كل شهر شهرين اجي. نعم. ازور السيده مريم العذراء. هذه الكنيسه ايش اسمها؟ يعني اسمها الرسمي واسمها الواضح؟ كنيسه السيده العذراء. نعم. احنا نسميها مسكنته. ليش؟ مسكنته هاي من صفات السيده مريم العذراء. نعم. آه، راعيه الزروع. سيده الجبل. مسكنته اللي تسكن يمها. تسكن الروح يمها دائما. يعني هذا الاسم المتعارف عليه بين الناس. نعم مسكنته لهذه الكنيسه. نعم. طبعا